أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وجد كلبا آخر مع كلبه وعلم أن صاحبه ذكر اسم الله عليه فهل يأكل منه؟ إيش اللي يدريه أنه ذكر اسم الله عليه؟ إن كان سأله قال نعم أنا أرسلته وذكرت اسم الله عليه زالت الشبهة، زالت الشبهة. نعم. أما إذا يقول أنه يمكن أنه ذكر اسم الله عليه، مسألة الاحتمال ما تكفي. نعم.